السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسعدنا أن ألتقي معكم اليوم في اللقاء السادس أو المحاضرة السادسة من اللقاءات الحية في مقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416 والمقررة على طلاب المستوى السابع تخصص محاسبة. طبعا حضرات، احنا توقفنا في المحاضرة السابقة لو تتذكرون عند التكاليف الواجبة في الخصم، وما يضيفه وما يخصمه رجل الزكاة والضريبة. النهاردة حضرات عايزين بقدر المستطاع نخلص الجزء المتعلق بالزكاة حتى نصل الى ان المحاضرة السادسة هذا، حتى الزكاة تاخذ حقها والضريبة تأخذ حقها إن شاء الله. إحنا حضرات لو تفتكروا في حاجتين آخر حاجة شرحناهم، اللي هو الجزء اللي خاص بالاستيراد، اللي هو لما جينا حسبنا رأس المال عبارة عن متوسط 5 سنوات ويقسم على 8، وبعديها شرحنا الإهلاك. وبالنسبة للإهلاك حضرات، بالنسبة للإهلاك وقلنا الإهلاك حضرات ده يعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخصم، لكن الإهلاك حضرات لما نيجي نحسب الإهلاك دايما بيحسب الاستهلاك هكذا، إن أنا بآخد باقي قيمة المجموعة. يعني مثلا في مثال عندي في الكتاب صفحة 45 في مثال خدناه يا شباب، لو كنا خدناه بس ما نعدش عليه تاني، لما شرحته معكم صفحة 45. الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح؟ خدنا هذا المثال، هذا خدناه حضرات اللي هو صفحة 45. نعم، طبقنا على هذا المثال يا شباب، الصوت واضح؟ ايوه، انا هسأل على المثال الان. طيب بسرعة حضرات هنمر عليه. انا باخد حضرات باقي قيمة المجموعة في اخر السنة السابقة عن سنة التحاسب. يعني أنا حضرات بآجي في عند حساب الإهلاك، طبعا الإهلاك حضرات مقسم نسب، الإهلاك مقسم نسب، نسب الإهلاك حضرات طبعا نسب الاستهلاك المباني الثابتة 5%، المباني الصناعية والزراعية 10%، المصانع والآلات والمكائن 25%، مصاريف المسح الجيولوجي 20%، جميع الأصول الأخرى المستهلكة أداء المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات 10%. لكن أنا بتكلم حضرات على حسبة الاستهلاك، كيف يحسب؟ لما أجي حضرات أحسب، أول حاجة أنا يلزمني أحسب الأصل أو القيمة القابلة للاستهلاك أو الأصل القابل للاستهلاك. قيمة الأصل القابل للاستهلاك بتحسب إزاي؟ بتتحسب لحضرات بأجيب ايه؟ قيمة او مجموع قيمة او اجمالي قيمة المجموعة في اخر سنة قبل التحاسب. يعني انا بحسب على سنة 39 اخد نهاية 38. إجمالي قيمة المجموعة في آخر السنة قبل التحاسب، بعد كده حضرات يضاف إليها 50 اهي بالمئة، يعني 50%، بس أنا بكتبها كده عشان تمشي في الكتابة، 50% من الأصل أو الأصول المضافة خلال هذا العام، وكلمة هذا العام المقصود بها عام التحاسب،
والعام السابق، ماشي، وده إضافة، مطروحا منه برضه 50%، 50% من الأصول المتصرف فيها هذا العام والعام السابق. كلمة المتصرف فيها، كلمة المتصرف فيها عبارات يعني اللي اتباعت أو اللي استهلكت أو اللي حصل مثلا حريق وخدنا تعويض عنها، ماشي، من الأصول المتصرف فيها هذا العام والعام السابق. الناتج، الناتج يا حضرات هو الأصل أو القيمة، حاجة من الاثنين، القابلة أو القابل للاستهلاك. لما أجي أحسب حضرات الاستهلاك يساوي الناتج اللي طلعته ده ضرب النسبة، ضرب النسبة إذا كانت 5 إذا كانت 10 وهكذا، تمام؟ ده حضرات بالنسبة لإهلاك الأصول السابقة. طيب لما أجي حضرات، يبقى أنا عندي في التساؤل حضرات ممكن يكون، يعني التساؤل هنا ممكن يكون يا حضرات عن القيمة القابلة للاستهلاك، أو تساؤل عن أو عن القيمة القابلة للاستهلاك، ماشي، أو الاستهلاك نفسه كام، القيمة القابلة للاستهلاك أو الاستهلاك أو قيمة الأصل بعد الاستهلاك. ليه قيمة الأصل بعد الاستهلاك؟ لأنها يحسب عليها مبلغ التحسينات، أنها يحسب عليها مبلغ التحسينات فيما لا يزيد عن 4%، ماشي حضرات؟ تمام. طبعا يا حضرات وبالمناسبة حضرات انه الاهلاك، ان الاهلاك حضرات اللي هو في الزكاة هو في الضرائب، هو يعني الاستهلاك هو نسبه وحساباته هي هي، تمام. المثال اللي عندنا ده حضرات الحل بتاعه لو احنا حبينا نعمله اختياري، السؤال الاول ما هو رصيد المجموعة الخاضعة للاستهلاك، ما هو رصيد المجموع الخاضع للاستهلاك، يعني اذا كانت قيمة الالات 60 مليون، قيمة المباني المضافة خلال العام الحالي 30 والعام السابق 16، وقيمة التعويضات على المباني المتصرف فيها خلال العام 10 والعام السابق 6، بصفتك فاحص زكوي او فاحص ضريبي المطلوب منك حساب رصيد المجموعة الخاضع للاستهلاك يبلغ كام؟ هل هو 72 73 74 75؟ اللي مركز معايا يا حضرات اللي مركز معايا 75، تمام. ما هو قيمة الاستهلاك للمباني، قيمة الاستهلاك للمباني او للأصل في نهاية العام؟ هل هو 3 مليون 750، 3 مليون 700 ألف، طبعا 3 مليون 650، 3 مليون 600 ألف، طبعا الإجابة هي رقم. بعد كده حضرات مصروف التحسينات المسموح به لهذه الشركة يبلغ ك
كام او لا يزيد عن كام. هل 5,820,000 ولا 8,250,000 ولا 2,850,000؟ طبعا ده حضرات بالنسبة للإهلاك ونوعيات الأسئلة. احنا حضرات بناخد نوعيات لا نستطيع أن نغطي الكل. فحص المشتريات والمبيعات والمخزون حضرات خدنا عليها حاجة، لو تفتكروا حضرات المثال اللي خدناه عليها اللي هو كان، افتكر في هذا المثال يا حضرات اللي هو كنا خدنا مثال عليها من بنك الأسئلة بيقول ايه، فاكرين حضرات اللي هو الوعاء الزكوي كان من خلال الفحص الزكوي اتضح وجود بضاعة تكلفتها 15,000 ريال، تم بيعها بنسبة ربح 20% وسجلت بالخطأ كمردودات مشتريات بالتكلفة، وبالتالي يقوم الفاحص الزكوي بخصم 15,000 ولا إضافة 15,000 ولا خصم 3,000 ولا إضافة 3,000. فاكرين ده حضرات؟ مثال أخذناه هذا. ما هي الإجابة؟ هاي شباب، طبعا المشتريات والمبيعات فيها مشاكل ياما، احنا بنغطي نوعية. لو تفتكروا خدنا العمولة رجال البيع وخدنا الفحص الزكوي، بضاعة تكلفتها 15,000 تم بيعها بنسبة ربح 20% وسجلت بالخطأ كمردودات مشتريات بالتكلفة، وبالتالي على الفاحص ان يضيف 15,000 ولا يخصم 15,000 ولا يضيف 3,000 ولا يخصم 3,000. ليه حضرتك محدش كاتب حاجة؟ انكم لو امامي لا كنت شغلت الضرب. هذا مثال بسيط. عبد العزيز، بسم الله ما شاء الله، كتبت 3 اجابات، ها رايك في هذه؟ يضاف الي 3,000. مين اللي كتب يضاف؟ فاطمة، شكرا، جزاك الله خير، شكرا عبد العزيز، شكرا فاطمة، اجابتك صحيحة واجابتكم صحيحة. لما دخلنا حضرات في الديون المعدومة، أرجو أن تأخذوا بالكم من حكاية الدين المعدومة. الديون المعدومة حضرات تعتبر من تكاليف واجبة الخصم، بس بشرط أنها هذه الديون تكون مرتبطة بالنشاط. هذه الديون ماشي يكون في يعني ايه في دليل قاطع على انها اعدمت، تمام، في شهاده من المحاسب القانوني او المراجع القانوني انها اعدمت، فهذه تعتبر ديون معدومه. احنا خدنا المثال ده حضرات، ماشي، مثال حضرات صفحه 48 خدناه، صح، عشان بس نقدر نخلص ان احنا يعني هنا مثلا مصروفات شراء تضمنت رسوم جمركيه 12 بحسبه 4 دي حلناها، فاتوره شراء سجلت مرتين بمبلغ حلناه، 40,000 تستهلك الشركة أساس 10% خدناها، صح؟ ومع ذلك هم محلولين يا شباب.
تمام، ومع ذلك هم محلولين. بارك الله فيك. عايز انا بس ادخل على ايه بالنسبة حضرات ترحيل الخسائر، بالنسبة للزكاة ترحيل الخسائر حضرات ماشي، يجوز المكلف ان يحسب الخسائر التي سبق ان اعتمدتها المصلحة للسنوات السابقة. الضرائب التي تدفعها الشركات يا حضرات السعودية، الضرائب التي تدفعها الشركاء، الضريبة اللي يدفعها صاحب المشروع او الشريك تعتبر من التكاليف واجبة الخصم. اي ضرائب يدفعها ما عدا ضريبة الدخل التي يدفعها داخل المملكة العربية السعودية، فهذه لا تعتبر من ضمن التكاليف. ماشي تمام. هنا انت يا امين برضو، هنا حضرتك في مثال صفحة 51، تقدمت احدى الشركات السعودية شريك رئاسة سيمان ويأتي بعض ضمن المصروفات الربح من الاقرار ضمن المصروفات الادارية 4500 قيمة مخالفات بلدية، يا حضرات تضاف شاوت المصروفات العمومية 8000 قيمة مواد غذائية وزعت على معتمرين شهر رمضان. هنا حضرات هذا النشاط غير لازم للمشروع، فلا يعتبر من ضمن مصروفات فيضاف. ضمن المصروفات البلدية 30000 تم تجنيبه كمخصص، المخصص لا يتم الاعتراف به ابدا الا للبنوك وبشروط، دي حضرات تضاف. ضمن المصروفات 29000 رسوم جمركية آلات والمعدات استوردتها الشركة واستخدمت في الانتاج هذا العام، دي حضرات ايضا تضاف. مصروفات الإدارية تضمنت مبلغ 39000 احتياطي توسعات ايضا يضاف. المصروفات العمومية 19 تكاليف حفلات الاعياد برضو تضاف، لا نعترف الا بالمصروف المرتبط بالنشاط. اعلن شركة التأمين مبلغ 3900 ريال، الشركة ذكرت انها احتسبت الشركة، ده حضرات مصروف مسترد، المصروف المسترد يضاف ويعتبر إيراد إذا كان يعتبر مصروف سنة صرف. بس هنا قايل لم يتم تسجيله في الدفاتر، وبالتالي لم يتم تسجيله بالدفاتر، يعني معناها ما سجلش إيراد، يبقى إذا يضاف. شمت الايرادات ارباح اسهم مملوكه للشركه تم التخلص منها عن طريق دعاه في سوق الاسهم السعودي. ارباح الاسهم التي بيعت داخل السوق السعودي ارباحها معفاه. ماشي تمام. وهذا المثال محلول يا شباب عندكم. طرق تحديد الوعاء الزكوي، طرق تحديد الوعاء الزكوي، ايه هنا طريقة تحديد الوعاء الزكوي حضرتك؟ طريقتين، طريقة رأس المال العامل وطريقة حقوق الملكية. حقوق الملكية اللي احنا شغالين بيها، امال رأس العامل ايه هي؟ انه الاصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة بيساوي رأس المال العامل، هو رأس المال العامل. بس رأس المال العامل حضرتك نحن عارفين ما هي الاصول المتداولة وما هي الخصوم المتداولة، فاذا جاني تمرين وقال لي احسب رأس المال العامل يبقى أصول متداولة ناقص أصول متداولة. لكن المشكلة في الأصول المتداولة والأصول المتداولة حضرات إنه بتحصل مشاكل حواليها. في إيه؟ إيه المشاكل المرتبطة بالأصول المتداولة والخصوم المتداولة؟ لا حضرات هتلاقي في عندك صفحة 62 أو 61 اللي هي حضرات ملاحظات حول تحديد الوعاء الزكوي بطريق رأس المال العام، إنه بنلاقي في قروض قصيرة الأجل صاحب المنشأة استخدمها في قروض في تمويل اصول ثابته، فهي طبيعتها اتغيرت واحنا حاطينها من ضمن الخصوم المتداوله فعايزين نطلعها، يبقى دي تضاف. وبعدها في قروض طويله الاجل استخدمت في تمويل متطلبات راس المال العام، يبقى هي دي تعتبر من ضمن الخصوم المتداوله لذلك تخصم. يبقى اذا راس المال العامل يعدل بحاجتين، اضافه قروض قصيرة استخدمت في تمويل أصول طويلة، ونخصم قروض طويلة استخدمت في تمويل أصول أو استخدامات قصيرة. الناتج اسمه ايه؟ اسمه الوعاء الزكوي أو رأس المال المالي. تمام؟ ماشي. طب هنا بيقول لي في مثال عليها على طول بالضبط اهو. إذا كانت الأصول المتداولة في الزمان المتداولة كانت 800 وبلغ رأس المال 600. بسرعة حضرات، وبلغ رأس المال 600 في حين القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل أصول ثابتة 100 والقروض طويلة الأجل المستخدمة في تمويل النشاط التجاري 200، فإن وعاء الزكاة هو
ومديني خبرات بدائل. انا معلش بقرا بسرعه لان ده موجود قدامكم. عشان اعدل هنا يا جماعه بعمل ايه؟ باخد راس المال العامل اللي هو عباره عن اصول متداوله ناقص خصوم متداوله. بس خلي بالكم هنا يا جماعه جايب زكاه الاصول في بدايه الحول، يبقى دي جايبها ايه؟ في هذا المثال ما لهاش استخدام في هذا التمرين بالذات. في حين ان وبلغ راس المال العامل في نهايه 600 وياخد ال 600 دي. في حين القروض قصيره الاجل 100، يبقى دي حضرات القروض قصيره الاجل دي تضاف، والقروض طويله الاجل دي تخصم. ماشي؟ فهوصل للاخر حضرات هلاقي راس المال كام؟ 500. ماشي؟ انا المثال الثاني حضرات، اذا كان صافي راس المال العام في بدايه الحول 200 وبلغت القروض طويله في نشاء في تمويل 5000 والقروض قصيره الاجل في التمويل 25، اذا علمت ان راس المال النامي في نهايه الحول بلغ 140، فما مقدار التغير في راس المال العامل؟ الاخوه الحضور، هذا المثال عايز يعني تفكير شويه. هو مديني حاجتين، مديني راس المال الاول صافي راس المال العام الاول، ومديني حضرات راس المال النامي. انا بتكلم صفحه 63، المثال اللي امامي صفحه 63. ماشي حضرات؟ هحله اهو. أنا عندي يا شباب الآتي، عندي رأس المال العامل أول العام، أول العام 200,000، ماشي. رأس المال العامل في نهاية العام غير موجود، ده مش موجود، خلي بالكم هو ده المطلوب، خلي بالكم. وعندي رأس المال ها النامي موجود كام؟ رأس المال النامي 140,000، وعندي قروض قصيرة استخدمت في كام؟ قروض قصيرة الأجل 25,000، وعندي قروض طويلة استخدمت في يعني في قصيرة الأجل دي كام؟ 5,000. دايما القروض الطويلة 5,000، قروض قصيرة استخدمت في تمويل، عشان نبقى واضحة كلها بالمرة، تمويل طويل الأجل. احنا حضرات عايزين نوصل لي يعني المطلوب هنا، المطلوب في هذا المثال المطلوب الوصول إلى رأس المال العامل آخر الفترة، آخر الفترة، تمام؟ خلي بالكم يا حضرات المعادلة اللي عندنا بتقول إيه؟ المعادلة بتقول إيه؟ اللي هو لتعديل الوضع، المعادلة بتقول إنه رأس المال العامل آخر الفترة عايز اكتب زائد، يعني زائد قروض قصيرة ناقص قروض طويلة بيساوي رأس المال، عايز اكتب رأس المال النامي عشان ما رأس المال النامي. ايوه بارك الله فيك،
في حد كتبها هنا، انا عملت لها كابي بيست. س زائد 25 ناقص 150 هتساوي 140، صح والله، بس مش عارف الجهاز مش عايز يكتب عندي ليه. طب اكتبوا انتوا يا حضرات. يبقى اذا راس المال اخر ده اعتبره ب س زائد قروض قصيره ب 25 ناقص قروض طويله ب 5 تساوي 140، يبقى راس المال العام الاخر هيطلع ب 120. شكرا يا فاطمه الشهراني، بارك الله فيك. هيطلع ب 120. فاذا معدل او قيمه التغير هو فرق من 140 من 200 الى 120. يبقى الاجابه حضرات هي 80,000 بالنقص. 80,000 بالنقص. ماشي. ثمانين ألف بالنقص، صح؟ ماشي حضرات. طيب ده حضرات بعض الحاجات على اللي هي طبعا رأس المال النامي هو الوعاء الذكري، ماشي. بعد كده حضرات في الكتاب عندك دخل في بعض الحاجات التانية، عمل فاصل ما بين طريقة رأس المال العام وطريقة حقوق الملكية، لكن ناخذهم برضو معانا. الديون المعدومة المحصلة، الديون المعدومة المحصلة تعتبر من الإيرادات التي تخضع للزكاة، لكن بشرط أن تكون مصلحة الزكاة اعترفت بها عند إعدامها. إن لم تكن تعترف بها عند إعدامها فلا تضاف ولا تخضع للزكاة عند تحصيلها. ماشي؟ تمام؟ ده حضرات الديون المعدومة. الديون المعدومة المحصلة 10,000 بالرغم المصلحة سبق واعتمدت منها 7,000. ورفضت الاعتراف بالباقي. المثال يا حضرات اللي موجود عندكم اهو صفحه 67، ماشي، حل المثال اللي هو وبالتالي يكون التعديل الواجب على صرف الربح. ماشي. قدمت احدى الشركات بتتضمن ربح قدره 150، وبفحص بنود التكاليف والايرادات اتضح للفاحص ان الديون المعدومه المحصله 10,000 ريال بالرغم من ان المصلحه سبق واعتمدت منها 7 بس، ورفضت الاعتراف بالباقي. هنا رجل الزكاة يعمل ايه يا حضرات؟ يضيف 3 ويخصم 3، يضيف 7 يخصم 7. صفحة 67. يضيف 3. ليه بس؟ طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل عشان تفهموها بالظبط؟ لما الفحص الزكوي فحص لقي انه في 10,000 ضمن الايرادات، 10,000 ديون معدومه محصله داخله ضمن الايرادات. وبعد لما سال المكلف وفحصوا اتضح ان ال 10,000 دول لما اعدموا المصلحه لم تعترف الا بسبعه. يبقى بس سبعه بس يعتبروا ايراد. طب والثلاثه؟ شيلهم من الايرادات، يبقى تخفض الوعاء، يبقى يجب نخصم 3. واضح يا شباب؟ ماشي. المكاسب الرأسمالية حضرات، نحن لا نتعرض لمكاسب كثيرة إلا الجزئية حضرات الخاصة بالأوراق المالية. وبنقول حضرات الأوراق المالية التي بيعت داخل السوق السعودي لا تخضع للزكاة. طيب إذا إرادها أضيف لا يخصم. ماشي. هنا
يعني عند الفحص الزكوي اتضح انه تضمن مبلغ 5000 ريال ربح اسهم لشركاء بيعت في السوق السعودي عند الفحص الزكوي لاحد الشركات، اتضح انه تضمن 5000 ربح اسهم بيعت في السوق السعودي، 250 ريال غرامة سير لأحد الشركاء بسرعة فوق السرعة المقررة، 500 ريال تبرع لجمعية خيرية خارج المملكة، 1200 ريال تبرع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الفحص الزكوي يخصم 5000 ويضيف 250، أم بألف ب يضيف 5000 ويخصم 1950، جيم يخصم 5000 ويضيف 750، دال يضيف 5000 ويخصم 1700. أنا أنتظر من يكتب يرسل. أنتظر من يكتب يرسل. عند الفحص اتضح هيك أنه يشتمل على 5000 ريال ربح بيع أسهم تم بيعها في السوق السعودي، ماشي تمام، دول كام؟ 5000، ماشي، 250 ريال غرامة سير فوق السرعة، يعني واحد ماشي بسرعة زيادة لأحد الشركاء، ماشي، 500 ريال تبرع لجمعية خيرية خارج المملكة، 1200 ريال تبرع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم، لجمعية تحفيظ القرآن بالإحساء، بلاش الرياض. الفاحص يضيف، الفاحص يخصم، عبد العزيز يضيف 3، ماشي زي نخصم 3، نضيف 750 نخصم عبد العزيز. اولا يا حضرات، شكرا لكم وشكرا لمشاركتكم الطيبة، بس عشان الوقت نسرف في الوقت ده يا حضرات، الاجابة بتاعة هذا المثال ان هو يخصم 5000، اللي هم مين دول؟ اللي هم بتوع الربح، دول اصلا ضمن الموظفين بتوع الاسهم، صح؟ وبعديها يضيف 250، وبعديها يضيف 500،
يبقى إذن يخصم 5 ويضيف 750. ماشي. بالنسبة لحضرات للمكاسب الرأسمالية والمصاريف الغرامات والجزاءات، بالنسبة لحضرات للغرامات والجزاءات على الشركاء، هنا فيها رأي حضرات، يعني فيها اختلافات شوية. المخالفات المرورية حضرات لا تعتبر من ضمن المخالفات، مخالفات الأضرار بالمرافق العامة لا تعتبر. أما الغرامات المالية المترتبة بسبب مخالفات شروط تعاقدية كغرامة التأخير لا تعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخصم. فوائد رأس المال حضرات لا تعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخصم. مصاريف الاستهلاك الشخصي سواء تليفونات حفلات لا تعتبر من ضمن تكاليف وجبة الخصم. المبالغ المدفوعة للمراكز الرئيسية لا تعتبر، المبالغ المدفوعة للسماسية والوكلاء الخارج المبركة لا تعد. هنا في مثال حضرات جاي لفوق هو محلول، هنا تاني في مثال عندكم محلولة. ماشي. عايز بس ادخل على تحديد الوعاء الذكي وحضرتك بطريقه دروس بطريقه مصادر اموال وحقوق الملكيه، هي اللي احنا شغالين عليها من زمان اصلا، بس فيها حاجات متوضحه شويه. زي ايه؟ طبعا اضافات راس المال حضرات، اضافات راس المال لا تخضع للزكاه عند التحاسب. اذا تحاسبنا يوم 30/12 وراس المال او اضافات راس المال لم يحرق الحول لا تعتبر. يعني في مثال حضرات صفحه 71 او 70 اللي هو اكتتاب في زيادة رأس المال، المحاول من الاحتياطي، المحاول من الأرباح المبقاة. فعايز يقول ما هو الوعاء الذكي؟ الوعاء الذكي يا حضرات، ماشي، أي مبالغ محولة من احتياطيات أو من أرباح دي حضرات تعتبر زيها زي رأس المال، دي تعتبر إضافات، دي تعتبر ضمن المبالغ الموجودة داخل المؤسسة أو الشركة من العام السابق، فدي تؤدية أصلا تدخل ضمن رأس المال وتخضع للزكاة. أما الإضافات لرأس المال الجاية من خارج المنشأة من خارج المؤسسة فلا تخضع للزكاة عند سنة التحاسب وعند أول سنة التحاسب. ماشي. برضه حضرات الأرباح المرحلة، أرباح تحت التوزيع على مصر إضافة الصدقات. في مثال حضرات أهو موجود، مخصص دي المشكوك فيها 1.5 مليون، اضافات 320، مستخدم 320، 310، الرصيد في نهايه العام. هنا بيقول لي هذا يعدل الربح باضافه كام؟ اصلا المخصص لا يعترف به رجل الزكاه اصلا. فالاجابه هي 1,510,000. الإعانات الحكومية حضرات لازم تعرف أن الإعانات الحكومية تخضع للزكاة سنة قبضها، سنة قبضها. عند حساب الوعاء الزكوي تضاف الإعانات الحكومية إلى الوعاء الزكوي سنة قبضها، صح ولا خطأ؟ قيمة، صح، إجابتك صحيحة، أو إجابتك صحيحة، إجابة مين؟ شكرا، شكرا أبو عزيز، زي الخلود، كلكم صح. قيمة الأسهم المشتراة بنية المضاربة، قيمة الأسهم المشتراة بنية المضاربة تعتبر ضمن الوعاء الزكوي
ولا لا تعتبر ضمن الوعاء الزكوي؟ قيمة الأسهم المشتراة بدين المضاربة تعتبر ضمن الوعاء الزكوي ولا لا تعتبر ضمن الوعاء الزكوي؟ طيب هنا صح، الأسهم المشتراة بدين المضاربة تخضع للزكاة بقيمتها. خلي بالكم يا حضرات، ده هي تخضع للزكاة كمان بقيمتها السوقية، هي وإيراداتها. طبعا هنا يا حضرات قطع الغيار، قطع الغيار تعتبر زيها زي الأصول، ماشي، لا تخضع. عايز بس أوصل لإيه تاني؟ الفترة الزكوية، الفترة الزكوية حضرات بعض الشركاء بيجوا في فترة معينة، يكون عدى شهرين ولا ثلاثة في السنة، يقول لك احنا عايزين ندفع الزكاة. فتدفع الزكاة زكاة سنوية، يقول لك لا احنا موافقين ندفع الزكاة عن هذه الفترة. طيب قدم لنا اقرار، يقدم لك اقرار، ماشي، قدم اقرار، قدم اقرار. طب تعمل ايه معاه؟ الفاحص الزكوي ياخذ الاقرار بتاعه ويشيل منه الربح. يعني الاقرار متكون من عدة مكونات بما فيهم الربح، يشيل الربح بعيد على جنب ويمسك باقي الاقرار وينسبه للفترة. يعني اذا يعني عاجي حضرات اقول الفترة الزكوية اللي هو حساب الوعاء الزكوي عن الفترة الزكوية سواء كانت طويلة او قصيرة، يعني الفترة الزكوية عند حساب الوعاء الزكوي لفترة زكوية ممكن يا حضرات أقصر أو أطول من سنة، ممكن يا حضرات وفقا زي ما توفق مصلحة الزكاة. في كل الأحوال، في كل الأحوال يا حضرات بعمل إيه أنا؟ نأخذ الوعاء المقدم من المكلف، ماشي، نستبعد منه الربح، دي الخطوة الأولى. اثنين الباقي، ها الباقي ضرب عدد، هو الباقي ضرب ها الباقي ضرب الأيام التي يريد التحاسب عنها تقسيم أيام السنة. بخلينا يكون أفضل ضرب، الباقي ضرب، بس انا يفضل ان انا اعمل قوس يا شباب، الايام اللي تحاسب عنها تقسيم ايام السنه في قوس، لعده ايام السنه، هكتب اي حاجه انا هنا عشان القوس يوافق يتحط هنا، ماشي اهو تمام. الباقي ضرب الأيام التي يريد التحاسب عنها تقسيم أيام السنة. الناتج يضاف إليه، أرجع أضيف الربح تاني، يضاف إليه الربح ليصبح الوعاء
الزكوي عن الفترة المطلوبة للتحاسب، والسنة 354 يوم. ماشي تمام. بص حضرات، في مثال جاي اهو، ان هو عايز يحاسب عن كم يوم هنا يا جماعة؟ 120 يوم. المثال صفحة 79 حضرات، هحاسب عن 120 يوم. فبعد ما حسب صافي الوعاء اللي هو طلع 385,000، هنشيل منه الربح حضرات اللي هو 105,000 اهو، الناتج يبقى 280، يضرب 280 في 120 على 354. ماشي يا شباب. طب افرض سنة طويلة او اكثر من سنة، نفس الوضع. طيب خد المثال ده، المثال ده حضرات بسرعة اهو. ماشي. تطبيق، التطبيق موجود لحضرات صفحة كم؟ صفحة عندي أنا 78 79. ماشي. لو أنا هاخد يا حضرات على الفترة القصيرة، إنه بفرض المكلف قدم إقرار بيقول أنا الربح 180,000، الفترة 120 يوم، الأرباح 56,000، الوعاء قبل إضافة الأرباح يكون كام؟ الوعاء بعد إضافة الأرباح يكون كام؟ الزكاة تكون كام؟ الزكاة ميلادي كام؟ لو حد هيحل هنتظر معاكم لحد ما تحلوا. عبد العزيز، ها حاضر. طب ما هو قدامك يا عبد العزيز، خده. ولا فاطمه قدامكم اهو. طيب لو هينزل في المنتدى اشوف لكم تمرين تاني يكون طويل الفتره. طيب ده اللي انا كتبه اللي اكتبه مش ظاهر ازاي عبد العزيز؟ كيف الكلام مش ظاهر؟ مش ظاهر عندك في الشاشة؟ ليه؟ من اول المحاضرة؟ ولا للشريحة دي بس؟ ها؟ طب تعالى كده همشي معاك كده اهو. طيب طب انا
يا شباب هذه أول شريحة ماشي. بس حدد عليها بسرعة عشان أجي بالشريحة الثانية. شريحة ماشي؟ أوكي؟ واحد يقول لي بس نعم عشان أجي بالشريحة الثانية. الشريحة الثانية هكذا. خدتوها؟ واحد يقول نعم هشيلها والله. أجي على اللي بعدها. تمام. ثالثة أهي. حلو. الرابعة أهي. ظهرت الآن. هاخدوها يا شباب. بس. كنت عايز أقول على مثال تاني. بس ما اعرفش عارف اكتبه ولا. المثال الثاني يا حضرات هو هتتغير الفترة اللي خلاها 390 يوم طيب. خلاص شباب انا هرسل لكم المسألة الثاني ثاني شباب عشان بالمرة وانتوا اكتبوا الاجابة اكتبوا انتوا على المنتدى وابعثوا لي اجابته وانا اصححها. الفترة المسألة الثانية حضرات الفترة 390 يوم الوعاء من خلال الإقرار 462,000 الأرباح 108,000 المطلوب هو هو المطلوب الوعاء قبل الأرباح الوعاء بعد إضافة الأرباح الوعاء الزكاة الزكاة وبعدها الزكاة ميلادي. كلمة الزكاة ميلادي من هجري يعني اللي هي حضرات بدل ما تضرب في 2.5 تضرب في الأرباح قبل إضافة الزكاة ميلادي. الزكاة بس تبقى هجري لكن لو الزكاة ميلادي تضرب في 2.5575 باقي معانا حضرات على بعد السنة القصيرة والسنة الطويلة باقي معانا جزئية خاصة ب احنا خلاص حضرات الفصل خلص معانا باقي جزئية بس بسيطة خالص اللي هي حكاية القروض وبعض الحاجات زي المستغلات والحاجات دي هنغطيها ان شاء الله. ان شاء الله بكره حضرات هنكمل باقي الزكاه وهنشرح ندخل في الضريبه. بس قبل ما تمشوا الشريحه الاخيره دي واضحه؟ تمام. شكرا لكم سعدنا بهذه المحاضره معكم وتجاوبكم الطيب وحضوركم. جزاكم الله خيرا طلاب المستوى السابع تخصص محاسبه. كنا معكم في مادة المحاسبة في الزكاة والضريبة حسب 416 لطلاب المستوى السابع تخصص محاسبة. شكرا لكم في حفظ الله نلتقي معكم على خير المحاضرة القادمة تفضلوا مشكورين.